سنة 2012 في ليبيا، يعني هذه القصة واقعية. للتذكير، في 2011 أسقط حكم القذافي وأسقط نظامه، وظهر الثوار والجماعات المسلحة، وقع توتر وانفلات أمني كبير في ليبيا كاملة تقريبا. واحد الولد سميتو أمجد، في عمره 15 عام، وهو من سكان مدينة طرابلس العاصمة، سخرت أمه يشري الخبز. قال لي البائع: ما بقاش عندي الخبز وليدي، تأخرتي شوية، علاش ما تمشيش للفران؟ أمشى الفران، لقاه كمل وساد. بدا يسول الناس: عافاكم، واش كاين شي فران هنا؟ قالوا لي: هو سير للحارة الأخرى أو الحي الآخر وتما تلقاه. وصل، بدا يمشي من هنا لهنا، لقى الفران خدام، شرى الخبز. وفي طريقه هو راجع تلاقى مع واحد الولد سميتو سليم، وحتى سليم في عمره 15 عام بحاله بحال أمجد. الفرق هو أن هذه المصيبة ديال سليم ما كيحترم حد، وحاس براسو وسلقوط بمعنى الكلمة، بلطجي كيف كيقولوا، وقبيح. وهو يشد أمجد، قال لي: هاجي انت لهنا، هاجي هاجي، منين جيتي؟ أنا ما عمري ما شفتك في دربنا، فين ساكن انت؟ فين؟ أمجد على نيته قال ليه: أنا ساكن في الدرب الآخر، وجيت باش نشري الخبز من الفران. خاد ليه الخبز وضربه، شبعوا عصا. أمجد رجع لدارهم كيبكي، الدم خارج ليه من فمو ونيفو ومناطق أخرى من جسمه، ومشى يشكي على أمه. تخلعت عليه مسكينة: مالك، شكون دار فيك هاد الحالة؟ قال لها: واحد خينا ساكن في الدرب الآخر هو اللي تعدى عليا، راها ماما خدا ليا الخبز وضربني، ها انت كتشوفي. قالت ليه: ولكن انت اشنو مشيتي دير في الحارة الأخرى؟ قال لها: ايوا انا ما لقيتش الخبز هنا، وقالوا لي سير للفران. قالت ليه: يلا صافي، ما تقلقش، ماشي مشكل، ولكن ما باقيش تخرج وتبعد بزاف على الدار، وراك عارفة وليدي الفوضى اللي كاينة في البلاد هاد الأيامات. ايوا المرأة ما قادة على مشاكل، وبالاخص ملي شافت ولدها يعني ما عندوش شي اصابات خطيره. سكتات. الغد ليه امجد غادي للمدرسه ومعاه جوج صحابه، بسام وعماد. في الطريق امجد حكى لهم ما جرى ليه البارح. سولوه قالوا ليه: قداش هاد الولد، شحال في عمره؟ قال لهم: هو راه في نفس السن ديالي، ولكن انا خفت منه حيت انا في دربهم، شدني في دربهم. المهم كملوا على طريقهم ومشاو قراو هذاك النهار. في العشيه ملي خرجوا من المدرسه قال ليه عماد: يلا امجد، نمشيو للدرب فين ساكن هذاك اللي ضربك، نقلبوا عليه، وإلا لقيناه نتحاموا عليه حنا بثلاثه ونضربوه كيف ما ضربك. قال لهم: يلا واخا. هكا كان مشاو للدرب اللي تضرب فيه امجد، لقاو سليم، شدوه هما بثلاثه وبقاو كيضربوه يضربوه يضربوه، دقدقوه كما ينبغي. واحد فيهم بغى يبرد غديدو مزيان ويهز واحد الحجره ويعطيه بها للراس. ناض سليم كيجري كله دم. وبعد انجاز مهمه الانتقام، الدراري بثلاثه هربوا لديورهم. اما سليم المضروب مشى عند باه. وشكون هو الوالد ديالو؟ الوالد ديالو هو قائد احدى الجماعات المسلحه اللي ظهرت من بعد الموت ديال معمر القذافي، جماعه الثوار. سليم تصادف مع باه يلاه راجع للدار جاي من القتال، وصايق سياره بيكوب هايلوكس او هيلوكس كيف ما كننطقوها حنا، اللي عندنا اللغه الفرنسيه هي اللغه الاجنبيه الثانيه، ومعه المقاتلين. شاف ولدو سليم كيبكي وكينزف راسو حوايجو الملابس حتى هما عامرين بالدم. سولوه قال ليه: مالك، شكون اللي دار لك هكا؟ وبقى كيغوت لربي اللي خلقه، شكون هذا اللي تجرأ وضرب ولدي؟ وهذا ابو سليم، كل شيء عارفه في الدرب، مشهور بالقباحه والشراسه، وفوق كل شيء قائد ديال الثوار، وشكون يقدر يقرب منه ولا حتى من ولده؟ ولدو سليم ما قدرش يجيه للحقيقه، وما قدرش يقول ليه باللي اللي ضربوه راهم غير اطفال في عمره، في نفس عمره، وما قدرش كذلك يقول ليه باللي هو اللي ظلم وهو اللي تعدى على طفل بريء في سنه. يعني صحابه راه جاو غير يدافعوا عليه. رد فعل قال ليه: بابا، تحموا عليا خمسه ديال الشبان ماشي ثلاثه الاطفال. وقال ليه: وراه كلهم كبار. قال ليه: باه، اشنو كبار كتقول؟ شحال في عمرهم زعما؟ سليم الكذاب قال ليه: كدا وعشرين. أو بدا يغوت عاوتاني. وعلاش؟ واش بغاو عندك؟ قال ليه: كانوا بغاو يختطفوني، ولكن بابا انا راني ضربت معاهم وما قدروش عليا، يضربوني وخلوني. ابو سليم بغى يحماق: شكون هاد ولاد كذا كذا؟ انا غادي نوري لبوهم شكون هو ابو سليم، دابا يشوفوا واش غادي ندير فيهم. وعلاه بغى يسكت. قال لولدو: يلا يلا ركب معنا. قال ليه: فينا بابا؟ قال ليه: نمشيو لدربهم توريهم لينا. طبعا مشاو معهم العسكر اللي ابو سليم هو اللي مترأسهم، ومشاو للحي الاخر. هنا سليم كيفكر وتحرج، وقع نفسه في واحد الورطه مع باه حيت كذب عليه، وهذوك العساكريه معصبين وكيغوتوا في الحي. ابو سليم حتى هو كيغوت: اشكون هذا اللي ضارب ليا ولدي؟
حصل روع الدنيا تما. سليم ما بقاش يمكن ليه يقول لباه بانه اللي ضربوه راهم غير قرانو وبانهم غير ثلاثة ماشي خمسة. قرر يكمل على كذبته حتى الاخير. هنا هو يلقى الحل، ولكن حل خبيث بحال وجهه. شاف واحد الشاب جالس قدام باب دارهم، شاب في عمره ديك 19 عام هكاك، اسميته مبارك. ومبارك ما عنده اي علاقه بهاد القصه، ولكن سليم فكر يمسحها فيه باش يتهنى من باباه. سليم كان كيظن باللي باه غادي غير يمشي يشد هذاك الولد مبارك، يعطيه واحد جوج تصرفيقات صفعات ويطلقوا وينتهي الفيلم. ولكن الفيلم يلاه غادي يبدا مشاهدي الاعزاء. هو السيد قايل لباه بغاو يختطفوني، ركب فيه الحماق وتفكيره مشى بعيد. ابو سليم شاف مبارك وبان ليه كبير على ولده، فعلا هو يدور عند العساكريه. قال لهم سيروا نطروا داك الكلب من الارض وجيبوه ليا. نزلوا طيحوا مبارك كتفوه وطلعوه للسياره. وفي طريقهم رجعوا سليم للدار هو الاول، عاد داو مبارك خارج المدينه، المدينه اللي هي طرابلس العاصمه الليبيه، تما دايرين القشله ديالهم او المعسكر. دخلوه لواحد البيت او غرفه، وفي الوسط ديالها نازله واحد السلسله سلسله معلقه من السقف ونازله. علقوا فيها مبارك من رجليه وسدوا عليه الغرفه ومشاو يقضيو شي شغل. ما رجعوا ليه حتى لوقت المغرب تقريبا. وشكون دخل عليه؟ دخل عليه ابو سليم من طبيعه الحال. سول مبارك شكون هما دوك الربعه صحابك؟ مبارك مصدوم، ما فراسو ما يتعاود وانتم شاهدين. حتى في الوقيته اللي شدوه كيقول لهم انا ما داير والو طلقوا مني راني ما عارف حتى حاجه. نفتح قوس باش نحكي لكم قصه هذا مبارك مسكين، لان مبارك وقصه مبارك هي بيت القصيد في هذه الروايه كلها. مبارك وقعت ليه قصه اللي غيرت حياته 180 درجه. الله ينجيكم. في الايام اللي بدات المشاكل ما بين معمر القذافي والميليشيات او المسلحين الثوار، هادو ضربوا بواحد القذيفه وكتب ليها انها تجي مباشره وبالضبط في دار مبارك. الدار انفجرت كامله، توفى سمو وتوفى الوالد ديالو وتوفى خوتو. ما بقى من هاد الأسرة إلا مبارك، ورا الجيران مازال عاقلين على اللحظة فاش خرجوه من تحت الأنقاض. ومبارك ملي فهم أش جرى دخل في حالة حزن شديدة، حالة نفسية، ومن داك النهار هو عايش مع جداتو وصبح مصاب بمرض الصرع. ما خصكش تقلقو، ما خصوش ينفعل، حيت كيوقع ليه تشنج عام ديال الجسم، والأخطر أنه لا إراديا كيعض لسانو حتى يبغي يقطعو، وكيخص أي واحد موجود في جنبه يبقى منتابه، لأنه أول ما كتجيه نوبة الصرع خاص المرافق اللي معاه ما يتأخرش عليه ولو لحظة ويدخل ليه فمه شي حاجة يعض عليها باش هكا ما يعضش على لسانه ويقطعه. حالة من الصعوبة بمكان. جداته بحكم معرفتها لحالته منع عليه الخروج نهائيا، ولكن كيمل لأنه مسجون طول النهار ما بين ربعة الحيوط، وجداته كتشوف حتى تعيا وتسمح ليه يخرج فقط قدام الباب. هكا يروح على النفس شوية ويشوف اللي غادي ويشوف اللي جاي. من بعد الحديث مبارك صبح انطوائي، لا أصدقاء ولا والو، ولا مع من يتكلم إلا جداته هي اللي بقات ليه في الدنيا. ويجيكم أبو سليم ويديه بسبب ذاك الحيوان ديال ولده اللي كذب عليه. نرجعوا عند مبارك اللي معلق. دخل عليه أبو سليم في الغرفة. ومبارك من النوع اللي عنده حالة نفسية عميقة وخطيرة، ولذلك ولو يكون مرتاح ما يقدرش يتكلم بسهولة مع أي شخص، وبالأخص إلا كان غريب وبهاد القسوة وهاد الفضاضة اللي في أبو سليم. وأبو سليم بسلامته جاي يدير معاه بحث بوليسي معمق تحقيق نيت. فين هما صحابك دوك الربعة الآخرين؟ قال لها عمي والله ما عارف شي صحاب، راني ما داير والو، شكون هاد الربعة؟ وعلاش أنت داوي بعدا؟ علاش أنت داوي؟ علاياك أنتم اللي كنتو باغيين تخطفوا ولدي. ويضرب مبارك، يضرب ويضرب ويعاود يضرب، ما باغيش تعترف. بلاش مبارك تحت الالام كيغوت، عمي اقسم بالله ما عارف شي حاجه على هاد الربعه. ابو سليم ما بقاش كيسمع، هو اصلا كيستمتع بديك النشوه وداك انه قائد الميليشيات وقائد الثوار لابس الدور، وهو موالف يشوف الناس كيموتوا قدام عينيه عادي بحال الا ما وقع والو. اما ملي تعلق الامر بشي واحد كان باغي يختطف ليه ولده، تحول الى وحش، تنزعات من قلبه الرحمه ودير مبارك حصه تعذيب باش ينطق بهذوك الربعه اللي معاه. مبارك اش غادي يقول؟ اصلا ما عنده ما يقول. اجي انت قولها لابو سليم، يعني ما باغيش تكلم. هانيه خليك ساكت. دار عند العساكريه قال لهم انا غادي للدار، نبغيكم من دابا حتى اللحظه اللي نرجع ما توقفوش الضرب في هذا السلقوط، باغيكم تعذبوه، واش فهمتوا؟ حاضر نعم سيدي. ومشى ابو سليم والمقاتلين بداو ينفذوا المهمه الجبانه. العصا 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 في ذاك الولد مسكين،
وهي تشدوا نوبة الصراع. هو تصرع وهم خافوا منه، تخلعوا، شافوه تغير، كيشوفوا فيه عرض لسانه بواحد القوة، وداك التشنوج خلوه خرجوا برا. ما فاهمينش، ومبارك لحنين الرحيم، فين كجداته اللي كتحن عليه واللي هي اللي ليه في الدنيا. بقى في نوبة الصراع ساعتين ونص ولسانه معضوض، راه كيقولوا باللي إلا دخل في نوبة الصراع خشبة إلا درتيها ليه ما بين سنانه يقطعها من ديك القوة ديال الضغط. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أمة سيدنا محمد. خلاوه، وشكون بغيت يساعده؟ وشكون أصلا اللي فاهم الحالة الصحية والنفسية ديال هاد العبيد الضعيف؟ كيظنوا باللي كيمثل عليهم وباللي هما أذكياء لا تنطوي عليهم الحيل. أبو سليم رجع وفيق مبارك، مبارك في وضعية السجود وكيئن من شدة الآلام، جرح كبير في لسانه مسكين، متورم منفوخ وعامر دم. يوف هاد الحالة ولو تبغي تكلم معاه كلام عادي كيفاش غادي يفرز ليك الكلام؟ كيفاش غادي تفهمه ولسانه متورم بحاله بحال شي صخرة؟ وهو يعطيه ورقة وستيلو قلم، قال ليه واه حنا فيها، دابا تكتب لي دوك الربعة اللي معاك. ومبارك غير كيئن ويتألم، هو أصلا من اللي كان قادر يتكلمه بصعوبة كيقولوا والله ما عارف شي حاجة. ايوا دابا اللي لسانه مقسوم كيدير هاد الكلام اللي بغيتيه يتكلم. وابو سليم كيقول ليه تكلم تكلم، ويضرب ويضرب ويركلو ويضربو بالسلاح وكذا وكذا. ابو سليم ما بقاش عنده الحل، خرج المسدس وجهه لمبارك، ما ترددش وطلق عليه رصاصه مباشره في راسه. لا اله الا الله، دار عند العسكريه قال لهم يلا ارفعوا عليا هاد الجثه الخبيثه وغادي تحطوها ليا بالضبط قدام دارهم، كتفهموا؟ باش دوك الربعه صحابو يفهموا بلي هذا هو عقاب اي واحد كيتجرأ ولا يفكر يعتدي على ولد ابو سليم. وفي نص الليل رموا الجثه قدام الدار، قدام دار جثه مبارك، لاحوه. فاقوا الجيران بكري على جثه مبارك مليوحه قدام الباب، عليه اثر التعذيب، لسانه مقطوع، رصاصه في راسه، ويا ربي خذ الحق لعبدك اللي ما ليه حد. سكان الحي يكون لهم عارفين مبارك، ومبارك ما كاين مضرف منه، اكثر انسان مسالم في الحي ديالهم، وهو مسكين اللي جرى فيه مجرى. واو والله الا كاين شي حكايات، بمجرد ما تسمعها، مجرد السمع راه قلبك يبغي يتحيد من بلاصتو. ما علينا، بدا شي كيسول شي، علاش هاد الشيء؟ وشكون اللي جنى على هاد المسكين؟ شكون اللي دا اسمه وقتلو بهاد الطريقه؟ اش غادي يكون داير كاع في ملك الله؟ وقبل من هاد الشيء ما نعاودش ليكم على الجده مسكينه ملي لاحظت باللي مبارك ما كاينش، باللي اختفى. دابا هي عارفه ما كيتجاوزش الباب ديال الدار، حدوا الباب، وخرجت تقلب عليه. والمراه كبيره وما فيها جهد تمشي مسافات من هنا لهنا، النهار الاول النهار الثاني، حتى تفاجات هذاك النهار بغوات الناس، وحقرها كانت وصلت حتى عند الشرطه وخبراتهم باللي الجيران راهم شافوا واحد السياره عسكريه هي اللي هزات مبارك، وكتسولهم فين ديتوه. الشرطه بداو يسولوها، الحاجه راه حنا ما هزيناش ولدك، وعلاش غادي نلقاو عليه القبض؟ على هو اش داير من جريمه؟ قالت لهم انا ما عارفاش، اللي كنعرف هو نتوما اللي ديتو مبارك. قالوا لها الله يهديك الوالده، راه ماشي حنا، هو ما مسجلش عندنا من بين المعتقلين. وزيدون انت راك عارفه باللي كاينه الفوضى هاد الايامات في البلاد، وعارفه باللي كاينه ميليشيات مسلحه من غيرنا حنا، وقولي لينا ياك ما ولدك داير شي مشكل مع التوار. قالت لهم اش يدير مسكين مبارك؟ اش عنده ما يدير؟ راه وليدي مريض وكيتصرع، ديما جالس غير في الدار، حدو العتبه ديال الباب ما عمرو فاتها، وحتى الصحاب ما عندوش، راه باقي كيعاني من حاله نفسيه بسبب اللي جرى لعائلته. مستحيل مستحيل يدير شي مشكل. قالوا ليها المهم اعطينا المعلومات وحنا ان شاء الله غادي نقلبوا لك على مبارك. هادشي طبعا قبل ما يعدموا ابو سليم، وشحال بكت الجده على حفيدها، وهي اللي تبكي. واللي زاد حزنها عليه هو انه تعذب في حياته جوج مرات، وهو يجي واحد من العسكر ديال ابو سليم بدا كيهدد الناس الحي، قال لهم شوفوا راه حنا اللي قتلنا ولدكم مبارك، لانه تعدى على ولد الرئيس ديالنا ابو سليم، راه كان باغي يختطفو، وخاصكم توصلوا هذه الرساله لدوك الربعه اللي معاه في العصابه. وكيقول لكم ابو سليم راه ما عمركم تشوفوا معاه النهار الزين. الجده كتقول لا حول ولا قوه الا بالله، واش هادو حمقين ولا مالهم؟ واش هادشي كله يخرج من مبارك المريض؟ راه مبارك مقطوع من شجره، ناس الحاره بقى فيهم الحال، علاش ابو سليم اختار مبارك؟ كلهم حقدوا عليه ولكن ما يقدروش يمشيوا ليه، ومع من الدوي ابو سليم بحال الا كتشري الموت فابور. بقاو كيبحثوا ويسولوا حتى جاء ابو امجد، يعني اب الولد اللي ضربو سليم ملي مشى يشري الخبز لمو. ابو امجد كيعرف شي وحدين من الجماعات المسلحه، والطفل امجد سمع باه كيحكي هاد القصه لعائلته، كيقول لهم باللي مبارك هو وربعه ديال صحابو مشاو للحي الاخر وتعداو على سليم، وراه قال لك كانوا ناويين يختطفوه. امجد قال ليه لا بابا هادشي راه ما كاينش. قال لي شتي مبارك راه ما عندوش صحابو وكاع ما كيخرج من الدار بابا، وشفتي داك سليم راه هو اللي ضربني داك النهار وخذا لي الخبز. اسول ماما تقول لك. فعلا سول الام قالت ليه كلام امجد مضبوط، دار عند ولدو قال ليه ايوا وانت شنو درتي؟
قال لي نقول لك ولكن ما تضربنيش. قال لي ما نضربكش. قال لي راه الغد ليه. مشينا ليه انا وجوج صحابي ملي خرجنا من المدرسه، وصلنا عليه لدربهم وضربناه كيف ما ضربني، ولكن راه واحد من صحابي هو اللي ضربه بحجره في راسه. دابا تفضحات الكذبه. ابو امجد خبر ناس الحي، قال لهم ولادنا صغار ولكن تسببوا لنا في مشكله كبيره، وراه هما اللي تسببوا في الوفاه ديال مبارك مسكين. قال لهم حاليا الدنيا كلها مشقلبه، الاوضاع الامنيه ماشي تلتما، ماشي على احسن ما يرام. خليوا السر عندكم، لا يجينا هذاك ابو سليم يقتلنا كاملين. وكننبهكم حتى الجده مسكينه ما تخبروهاش، من الاحسن لينا كاملين. وسيري ايام وجي ايام، ابو سليم ترقى وسط الجماعات المسلحه، اصبح عنده منصب اعلى. وفي عام 2018 ملي بدا الخلاف ما بين القائد خليفه حفتر والجيش النظامي، تعرضت طرابلس للقصف، ومن بين المنازل اللي تصابوا دار ابو سليم بالضبط ضربتها قذيفه. وراه الجده يوميا كدعي على اللي قتل حفيدها، كدعي عليه باش الله ينتقم منه، كدعي ليل ونهار ولا عمرها نسات. من 2012 حتى 2018 تخيل ابو سليم كان خارج، القذيفه ضربت دارو وقتلت مراته واولاده ومن بينهم سليم. ابو سليم كان في المعسكر او القشله وهو يتوصل بالخبر المشؤوم. يلا بكي ليا مع راسك. ايوا راه بكى على ولادو. المهم دخل في حاله حزن شديده وعميقه، نفس الشعور اللي شعرت به الجده نهار مات حفيدها، وها هو كيشرب من نفس الكاس ابو سليم. ولادو ماتوا كاملين. من بعد 3 شهور زاد عليه الحال وما بقاش كيخرج من المعسكر، قطع مع الحياه الاجتماعيه، كره الحياه بمره. وفي واحد النهار قصدته قذيفه وهو وسط المعسكر، قطعته تقطيع. وشكون كان معاه؟ نفس العساكر اللي عذبوا مبارك. الجيران كانوا كيتسناو غير تبرد الحرب باش يمشيو يسجلوا قضيه ضد ابو سليم، لكن سبقتهم الجده وسجلت قضيه في المحكمه العليا، محكمه الحي الذي لا يموت، المحكمه الالهيه اللي خدات حق مبارك كامل ومكمول. هنا الناس مشاو عند الحاجه قالوا ليها واسمحي لينا امي الحاجه، هذه اكثر من 6 سنين وحنا مخبين عليك واحد السر، واليوم كنعتذروا، راه حنا كنا خايفين على نفوسنا من ابو سليم وخايفين عليك حتى انت، راه داك الكافر ما كانش كيعرف الله. قالت لهم اش من سر؟ وهم يحكيوا لها القصه من الاول حتى الاخر، ولكن طلعت بنت الناس ملي عجبتها القصه دارت لي لايك وتعليق وشاركت الفيديو مع الاهل والاحباب واشتركت في قناه عبد الرحيم فقوس، فعلت زر الجرس باش تبقى توصل بالقصص المقبله ان شاء الله والفيديوهات. قصتي انتهت، وديروا بحال الحاجه الله يرضي عليكم. شكرا.